هنا بقى ان شاء الله هنتكلم عن مكتبه اسمها ال WFDB Library. دي عباره عن مكتبه تستخدم في البروسيسنج على السيجنالز، اي سيجنال في الدنيا تستخدم عشان تعمل عليها بروسيسنج وعشان تقراها وعشان تعرضها عندك على الشاشه باستخدام البايثون طبعا. طيب تعال نشوف انتروداكشن كده على الموضوع بتاع اللايبرري ده. هناخد انتروداكشن بسيطه على الموضوع، الديفلوبمنت مين اللي عمل الكلام ده وعمله ليه، والاي بي اي ريفرنسز الموجوده، والكور كومبوننتس المكونات بتاعه المكتبه دي عباره عن ايه، وازاي بتعمل لها انستوليشن، وايه الخصائص بتاعه المكتبه دي. طيب انتروداكشن عن ال دبليو اف دي بي، هي عباره عن نيتف بايثون ويب فورم داتابيز. دي عباره عن المكتبه ديت يا شباب، ديت مش نشئت عشان البايثون، هي كانت معموله اصلا في الماتلاب والاساس بتاعها في الماتلاب، لكن عشان احنا بنشتغل بايثون فهم عملوا مكتبه كده زيها يعني او نظيره ليها، او هيها يعني، بس ما فيهاش كل الفانكشناليتي اللي موجوده في الماتلاب يعني، بس هي بتديك الحاجه اللي انت عاوزها يعني، اللي انت عاوز بتعمله يعني. طيب فاحنا بنستخدم المكتبه دي عشان نعمل ايه بقى؟ عشان نعمل ريدنج ورايتنج وبروسيسنج لل WFDB signals and annotations. تمام. طيب الكور كومبوننتس بتاعه الباكج او بتاعه اللايبرري دي هي معتمده على الاوريجينال WFDB specification اللي هي بتاعه الماتلاب، لان احنا قلنا اصلا هي مش معموله للماتلاب، هي قصدي مش معموله للبايثون، هي كانت معموله اساسا في الماتلاب وعمل واحده زيها فين؟ في البايثون. طيب this package doesn't contain the exact، دي الحته اللي انا بتكلم عن exact same functionality as the original WFDB package، يعني مش فيها نفس الفانكشناليتي الموجوده فين؟ في المكتبه الاصليه، بس هي بتستخدم للحاجات اللي انا عاوزها. هي المميزات بتاعتها اللي هي يوزر فريندلي، ماشي، فيها مجموعه فيتشرز كتير للقراءه وال انك تقرا سيجنال وانك تكتب سيجنال او تسجل سيجنال وانك تعمل بروسيسنج على السيجنال دي. تمام. البروسيسنج بقى اللي هو يعني ايه؟ بتعمل مثلا بتديكت البيكس الموجوده او بتديكت الكيو ار اس الموجود، الحاجات دي كلها ايه هنتعرض لها ان شاء الله. طيب الناس اللي اخترعوا المكتبه دي اللي هم الديفلوبرز اللي اخترعوا المكتبه ديت حطوا لك كده ريبوزيتوري على الجيت هاب، على اللينك ده. اللينك ده لو دخلت عليه هتلاقي في المكتبه مشروحه ومحطوط كود ليها، ماشي، بفولدرات معينه كده، وبيديك اكزامبلز عشان تفهم المكتبه دي شغاله ازاي. هو ده بالفعل اللي احنا ايه اللي احنا هنحاول نفهمه من خلال الفولدر اللي هو موجود على الريبوزيتوري ده. يعني دلوقتي لو انا قمت ايه قمت داخل على اللينك ده كده اهوت، ودخلت على هنا، لو دخلت هنا كده هنبص كده هنلاقي ان انت عندك ده فتح لك الجيت هاب. هتلاقي ان انت عندك هنا مجموعه فولدرات ومجموعه ايه فايلات زي اللي انت شايفها دي كده. هتيجي بكل بساطه تعمل تخزن البتاع ده عندك، تعمله داونلود، ماشي، وتفك الداونلود ده تحطه مثلا عندك فين؟ نحطه في الداونلودز اللي هي بتاعتك يعني عشان نفتحها على الجوبتر. فهنا لما بتيجي تحطها على، انا حطيتها هنا على الدوكيومنتس مفيش اي مشكله، فبنيجي نفتحها هنا كده فين؟ هي موجوده هنا اهيت في الداونلودز في البايثون اهوت اللي هو الفولدر ده كده. بعد ما تفك الضغط هتلاقي الفولدر ده موجود عندك اللي هو ال WFDB بايثون ماستر. اول لما تفتحه كده هتلاقي فيه مجموعه ايه؟ مجموعه فولدرات وايه وفايلات زي اللي انت شايفها دي كده. طيب عشان تفتح الكلام ده تفتح في عندك هنا حاجه اسمها ديمو دوت اي باي ان بي، دي عاوزين نفتحها بالجوبيتر. فانت بتيجي هنا كده وتقول له ايه انا عاوز الجوبيتر. فطبعا اول ما بتفتح الجوبيتر بيفتح لك على ايه؟ بيفتح لك على البراوزر بتاعك. وهنيجي هنا بقى على الداونلودز وهنختار الفولدر اهو، ماشي، هتلاقي فيه الملف اللي اسمه ديمو ايه؟ ديمو الاي باي ان بي. ده اول ما تفتحه كده هيجيب لك كود بيشرح لك الكلام اللي ايه؟ اللي احنا بنتكلم عليه في المكتبه دي. بيشرح لك بقى ازاي تتعامل معاه وازاي تقرا سيجنال وازاي تعرضها وازاي تعرض الهيدر والكلام ده كله ايه؟ مشروح هنا بالتفصيل. طيب في الاول خالص كده هتلاقي في عندك دوكيومنتيشن سايت، لو انت عملت كليك على اول لينك ده كده هيدخلك على الموقع اللي هو فيه الدوكيومنتيشن بتاعت المكتبه دي. تمام. طيب الدوكيومنتيشن دي بقى فيها شرح كل حاجه، يعني انت عندك دي صفحه واحده بس انت كل لينك من ده
تبدا تدخل عليه وتشوف الشرح بتاعه ايه. يعني مثلا الاي او اللي هو ازاي انبوت واوتبوت، ازاي اريد ورايت يعني، فلو عملت كليك عليه كده هيفتح لك الصفحه بتاعت الانبوت اللي هو اول بقى يبدا يشرح لك كل فانكشن وبتعمل ايه وبتعمل ازاي من خلال ايه اكزامبل زي اللي احنا شايفينه ده كده. ده اكزامبل او ده اول اكزامبل بيقرا ايه، بيقرا ديتا وبيعرضها عندك على الشاشه ماشي. وبعد كده يبدا يشرح لك اللي بعده ويشرح لك اللي بعده ويقول لك يعني ايه البارامترز اللي موجوده عندك بالتفصيل. فدي عباره عن دوكيومنتيشن تذاكرها كويس ماشي، وتستفيد منها في الايه، في الاكواد الموجوده دي. وهي نفس الاكواد الموجوده ديت هي نفسها موجوده فين، موجوده في الملف بتاع الديمو تمام. بس لو انت عاوز تستزيد، وطبعا في بيانات موجوده في الدوكيومنتيشن مش موجوده عندك فين، مش موجوده عندك هنا في الايه، في اللي هو الكودينج يعني. طيب تعالى نشوف اول كود، او نشوف هو ازاي بيقرا سيجنال وازاي بيعرضها عنده على الشاشه. بكل بساطه في شويه كده امبورتس موجوده بنستخدمها طبعا، اللي هو المات بلوتليب والديسبلاي والنمباي والاو اس والحاجات دي. وفي عندك اهم حاجه اهوت اللي هو امبورت دبليو اف دي بي. هي باي ديفولت المكتبه دي موجوده في ايه، في الاناكوندا، فانت مش محتاج تسطبها يعني، مش محتاج تسطب ايه المكتبه دي، هي باي ديفولت موجوده. طيب فدي اهم ايه، اهم سطر موجود عندي اللي هو امبورت دبليو اف دي بي. هتيجي هنا بقى كده عاوزين نقرا سيجنال ونعرضها ونشوف ايه الايه، ايه البارامترز اللي ممكن ياخدها الفانكشن ديت عشان يعرض لي ايه، يعرض لي سيجنال زي اللي احنا شايفينها دي كده. طيب بكل بساطه عندك برضو كومنت كده موجود اهو اللي هو الديمو 1، بيقول لك كده عباره عن داله بتقرا ريكورد باستخدام داله اسمها الار او ريد ريكورد تمام. وازاي تعمل بلوك للسيجنال باستخدام داله ثانيه اسمها بلوت ايه، بلوت دبليو اف دي بي. طيب تعال نشوف اول ايه، اول سطر ده عباره عن ايه وبيترسم ازاي. بصوا كده يا شباب، عندي هنا ريكورد بيساوي دبليو اف دي بي اللي هو اللي انا عملت لها امبورت اصلا، وبقول له اسم الفانكشن اللي جواك اللي هي ريد ايه، ريد ريكورد. لا طبعا لو انت بتكتب الكلام ده بايدك انت ممكن تكليك على تاب وهو يبقى ايه، بيجيب لك الاوتو كومبليت فانت تختار منه يعني تمام. طيب وبعد كده بتدي له الملف، الملف ده موجود فين بقى، موجود في فولدر اسمه سامبل داتا. في ملف عندي هنا اسمه A1031، الملف ده اللي هو ريكورد متسجل بالفعل، هكلمك عنه كمان شويه. طيب هنا بقول له اقرا لي من سامبل فروم 500 لسامبل 2000. يعني ايه سامبل؟ السامبل ده اللي هو النقطه اللي انت بتقراها دلوقتي او القيمه اللي انت بتقراها دلوقتي. طيب تعال نشوف بقى ايه، ايه موضوع القيم ديت الاول، وبعد كده نيجي ايه نفهم السطر ده تاني ماشي. فهنروح للملف ده كده ونشوفه الاول. عندنا هنا كده في فولدر اسمه سامبل ديتا اهو، هكليك عليه هتلاقي في عندك هنا مثلا في عندك كده اللي هو الرقم 100 مش مكتوب جنبه حاجه، وعندك هنا ال 100 هيدر، وعندك هنا ال 100 ده عباره عن اكسل شيت ماشي، وعندك هنا برضو 100 في اي تي ار. انا قلت ان انت عندك ال 100 دي اللي هي الدات فايل، لو انت جيت بصيت هنا كده طيب هتلاقي في كلمه دات ايه موجوده عندي اهي ماشي، وال 100 ديت اكسل شيت طبعا. والاي تي ار ده عباره عن الانوتيشن او الوصف او الكلاسز بتاعت الايه، بتاعت او القمم يعني البيكس بتاعت ايه، بتاعت السيجنالز الموجوده هنا. طيب ده اللي هو عباره عن دات فايل، تعالى نفتحه كده كسي اس في او كاكسل شيت. لو انا جيت فتحته كاكسل شيت عشان بس اوريك شكله عامل ازاي في المات اصلا او في الدات. الملف ده طبعا كبير جدا، في 450000 ريكورد او 450000 رو يعني. طيب هتيجي تبص هنا كده هتلاقي في عندك حاجه اسمها الام ال الدبل الدبل اي، وعندك حاجه اسمها الفي اي الفي 5 ماشي. احنا قلنا من شويه ان انت عندك مجموعه ليدز، الليدز اللي موجوده عندك، فديت الليدز اللي موجوده عندي دي الفي 5 وديت الام ال ايه او الام ال دبل اي، فديت اللي هو الليد رقم 2 والليد اللي هو الفي 5 ده واحد بتاع الصدر، وده اللي هو الام ال دبل اي ده اللي هو بتاع ايه، بتاع الليد 2. طيب كل رقم من ده يفصله عن الثاني بكومه، يعني الارقام اللي هي بتاعه العمود اللي هو ده، ده خاص بمين؟ ده خاص بالليد 2، والارقام الثانيه اللي هي بعد الكومه الثانيه ده خاصه بالايه؟ بالفي 5. تعالى شوف كده انت عندك كام قيمه، لو انت جيت تنزل تحت خالص هتلاقي ان انت عندك 650000 650000 تقريبا من الارقام الموجوده عندنا ماشي. فالارقام دي كتير جدا، الارقام دي كبيره جدا ماشي. فالاكسل شيت ما بيبقاش كويس في التعامل مع الحاجات ديت، مع البرمجه او انك تستخدمه عشان
تريد سيجنال وتعمل بلوت للسيجنال. فقال لك انا هعوض عن الموضوع ده في ملف تاني بسيط وحجمه هيكون اقل. فاحنا لو قفلنا الملف ده كده وجينا بصينا كده هتلاقي ان انت المساحه بتاعت الملف ده 8 ايه؟ 8 ميجا تقريبا، اللي هو 8139 كيلو بايت، فتقريبا 8 ايه؟ 8 ميجا. لكن لو انت جيت بصيت للملف، هو نفس الملف على فكره بس بالامتداد اللي هو ايه؟ اللي هو الدات اللي لسه مكلمك عنه من شويه في الايه؟ في البرزنتيشن. هتلاقي ان الملف ده الحجم بتاعه 1905، يعني تقريبا ممكن نقول 2 ايه؟ 2 ميجا. فطبعا الحجم بتاع ال 100 ده اللي هو معمول بالدات فايل اقل من الحجم بتاع الايه؟ الاكسل شيت. وطبعا شايل نفس الديتا بنفس الشكل يعني، فده طبعا افضل من ده. ماشي؟ ده اللي انا بتكلم عليه ايه؟ فعشان كده هنتعامل دايما بعد كده مع ايه بقى؟ مع الدات فايلز او المات فايلز. الدات او المات هما الاثنين وجهان لعمله واحده بيستخدموا عشان تخزن ماتريسيز. طيب لو احنا جينا نشوف شكل مات، هتيجي تشوف شكل مات اهو اللي هو الاي 1031 اللي هو اصلا ده عباره عن مات ايه؟ مات فايل. ده عباره عن ايه؟ مات فايل. يعني لو جيت فتحته كده هتلاقي انت عندك ايه؟ الامتداد بتاعك دوت مات. تمام؟ مات ده له اختصار ماتريكس، يعني ده بيتقرا اختصار قصدي ماتلاب بيتقرا في الايه؟ في الماتلاب. بس بيتقرا برضه في الدبليو اف دي بي، ما فيش اي مشكله. فده مات فايل برضه في عباره عن في ديتا فيها مجموعه كولومز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي مجموعه الليدز بقى اللي احنا بنتكلم عليها. تمام؟ فده اللي احنا عاوزين نقراه دلوقتي. هو ما بيبانش هنا اللي هو دوت مات، بس هو بالفعل دوت مات. وعندي هنا فوق على طول الايه 1031 دوت هيدر، ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الانفورميشن بتاعته. وعندي اهو اللي هو 1003، ده 1003 في هنا ايه تاني؟ ادي هيدر. يبقى انت المفروض بتشوف كل واحده من دي والاسم بتاعها وتبدا تشوف الايه الحاجات اللي حواليها عشان توصف لك الداتا بتاعتها دي. ماشي؟ طيب تعال نشوف الاكزامبل بقى ايه بيقول ايه. الاكزامبل ده يا شباب بيقول لي انا عندي هنا السامبل ديت، بفتح الفولدر اللي هو بتاع السامبل ديت اللي انا اتكلمت عنه ده اهو اللي انا فاتحه اصلا، وبقرا منه ايه؟ بقرا منه الريكورد اللي هو ايه 1031 اللي هو باي ديفولت هيقرا مين؟ هيقرا ده. طالما انا عامل هنا ريد ريكورد انا ما بحددوش هنا دوت مات، يعني انا المفروض هنا اقول له ايه؟ دوت مات. لا هو بيقول لي هنا ما تحطليش اي حاجه، طالما انت عامل لي ريد ريكورد انا مش هقرا الا المات او دات. هو ما فيش قدامه دلوقتي الا ايه؟ الا ايه 1031 مات، ما فيش حاجه ثانيه دات، يعني ما فيش نفس اسم الملف دوت دات، هو يقرا الايه؟ المات اللي موجود قدامه. طيب وبعد كده بقول له ايه سامبل فروم. تعالى بقى نفهم موضوع السامبل ده. في يا شباب حاجه اسمها فريكوانسي في الموضوع بتاع السيجنالز دي. يعني مثلا لو احنا مسكنا سيجنال زي السيجنال اللي انت شايفها دي كده، ايه بقى ايه موضوع السامبلز وايه موضوع الفريكوانسي؟ ايه الفريكوانسي سامبل ده؟ في عندك حاجه في السيجنال بروسيسنج اسمها فريكوانسي. ايه فريكوانسي سامبل؟ يعني ايه فريكوانسي سامبل؟ يعني كم نقطه في الثانيه، يعني انت قريت كم نقطه في الثانيه. يعني لو نفترض مثلا ان انت فتحت الاكسل شيت اللي انا كنت لسه فاتحه من شويه ده وقلت لك انت بتقرا كم نقطه في الثانيه في الروز الموجوده عندك دي، ده يسمى فريكوانسي. ماشي؟ اهو يعني مثلا لو انا مسكت الشويه دول كده وقلت ان الشويه دول كلهم بيتقروا في الثانيه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الفريكوانسي بتاعي. لو دول 100 يبقى 100 ايه؟ يبقى ده 100 ايه؟ 100 سامبل بير سكند. لو دولت 200 يبقى 200 سامبل بير سكند. يبقى كل نقطة من دي تعتبر سامبل، كل نقطة من دي تعتبر ايه؟ سامبل. كل نقطة خاصة بكولوم من ده تعتبر سامبل. الفريكوانسي سامبل بقى هو عبارة عن عدد السامبلز في الايه؟ في الثانية الواحدة. ماشي؟ طيب أنا هنا بقول له سامبل فروم 500 لحد سامبل 2000، يعني اقرا لي من أول السامبل لحد من أول سامبل 500 لحد السامبل رقم ايه؟ رقم 1000. وهنا بقول له اقرا لي التشانلز اللي هي ايه؟ 01. 01 دي التشانلز ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الليدز اللي موجودة عندي. يعني انت عندك كام كولوم؟ انت عندك مثلا 2 كولوم، انا عاوز الكولوم الاولاني والكولوم الثاني. اللي هو لو خدناها برضو على المثال ده هات لي الكولوم الاولاني والكولوم الثاني بس من مات فايل اللي ايه اللي انت قريته. ماشي كده؟ طيب كده السطر ده اتخزن فيه الريكورد. الريكورد متخزن في ايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ الريكورد اللي انت شايفها دي كده. طيب عشان نعمل له بلوت كده انت قريته اصلا، بس عشان نعمل له بلوت بقى في داله ثانيه اللي هو الدبليو اف دي بي دوت بلوت دبليو اف دي بي، وادي له اسم ريكورد بيساوي الريكورد اللي انت قريته اهو. ماشي؟ وبعد كده العنوان اللي انت عاوزه يظهر فوق مين؟ العنوان اللي انت عاوزه يظهر فوق الايه؟ فوق الرسمه نفسها. ماشي كده يا جماعه؟ طيب تعالى كده الايه؟ نشوف لحد هنا كده نعمل كومنت الحاجات اللي تحت دي ونشوف ايه اللي بيحصل. لو انا جيت ارن كده طبعا لازم ترن الجزء اللي فوق الاول وبعد كده ترن ايه؟ الجزء ده كده. هتلاحظ ان انت عندك اهو
بص كده العنوان مكتوب فوق اهو، اللي هو ريكورد ايه 1031 فروم فيز يونايتد تشالنج 2015، اللي هو الاسم الايه اللي انا كتبته ده كده اهو ماشي. والسامبلز اللي انت قريتها من 500 لحد 1000، يعني قريت من النقطه رقم 500 للنقطه رقم 1000 في الشانل الاولى والشانل الثانيه. هتلاحظ انت عندك هنا مكتوب ايه، مكتوب دبل اي اللي هو الليد رقم 2، والفي ده اللي هو ايه الليدز من الليدز بتاعه الايه بتاعه الصدر تمام. طيب لو انا مثلا غيرت في القيم بتاعه 500 ل 1000 دي، خليتها مثلا رالي من 100 لحد مثلا ايه 200، وجيت ران كده، هتلاحظ ان انت عندك ايه ظهر لك مثلا تقريبا نبضه واحده من النبضات الموجوده عندك. فالنبضه الواحده دي بتمثل مثلا ايه، بتمثل 100 سامبل يعني، فزي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي ممكن تمثل ايه 100 سامبل. طيب هنا مثلا ممكن اقول له السامبل فروم 100 تو ايه تو مثلا 400، يبقى دايما هيتغير الشكل على حسب انت بتختار كام سامبل وبتعرضها عندك ماشي كده يا جماعه. مين بقى اللي بينزل القيم وبيطلعها فوق؟ دي بقى القيم اللي موجوده عندك في الايه في الاكسل، او القيم موجوده عندك في المات فايل او الدات فايل. هتلاحظ ان في ارقام هنا في الاكسل، في قيم صغيره وفي قيم كبيره. القيم الكبيره هي اللي بتطلع فوق ماشي، والقيم الصغيره هي اللي بتبقى تحت، على حسب بقى انت عندك قيمه الايه القيمه بتاعتك كام هنا على ايه على الشمال ماشي كده يا جماعه. في اي مشكله كده؟ وهتلاحظ ان تحت عندك الاكس اكسس بادئ من 0 لحد 300، اللي هو رقم السامبل رقم 0، سامبل رقم 1، سامبل رقم 2، سامبل رقم 3، وكل قيمه قصادها الايه؟ قصادها القيمه المناظره دي، يعني مثلا سالب 145، بس طبعا ديت مش ال سالب 145 ديت هتلاقيها ايه؟ اللي هي تقريبا اول نقطه موجوده عندك اللي هي مرسومه هنا دي ماشي؟ بعد كده هياخد النقطه رقم 2، هتاخدها برده من مين؟ من هنا سالب 145 برده نفس الكلام، هتلاقيها تقريبا في نفس الرينج. بعد كده وهكذا بقى وانت ماشي لحد ما تخلص الكولوم الاولاني كله، ده اللي هو عباره عن التشانل الاولى ماشي. وبعد كده التشانل الثانيه برضو بنفس الكلام، هتقرا الكلام اللي مكتوب وتبدا تعرض. في مشكله كده يا جماعه؟ الناس ترد عليا، في حد عنده مشكله في الجزء ده كده؟ ازاي تقرا الداتا؟ ده عباره عن السطر اللي بيقرا السيجنال وده السطر الايه اللي بيعرضه. لحد هنا كده في مشكله؟ طيب مفيش مشكله. بعد كده انا عامل كومنت لحاجه اسمها ديسبلاي، وطبعا ديسبلاي عشان تشتغل لازم تعمل لها اصلا امبورت من فوق كده، فبتعمل فروم اي بايثون دوت ديسبلاي امبورت ديسبلاي. ممكن استعوض عن ديسبلاي دي واكتب ايه، واكتب برنت وخلاص لو انت مش عاوز تكتب ديسبلاي يعني. طيب الديسبلاي ديت فيها اتريبيوت اسمه الديكت، بكتب قبله دبل اندر سكور وبعده دبل اندر سكور. ده بيعرض لي ايه بقى؟ ده كانه بيعرض لي انفورميشن بالظبط اللي هي زي الموجوده في الهيدر، زي اللي موجوده في الهيدر فايل اللي بيوصف الايه اللي بيوصف البيانات دي